السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وصلت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل إلى البلاد ظهر اليوم في زيارة رسمية للدولة، وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد جرت للمستشارة الألمانية مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لأنجيلا ميركل. وقد اصطفت ثلة من أطفال المدرسة الألمانية في العاصمة أبوظبي ملوحين بأعلام البلدين تحية لضيفة البلاد. بعدها صافحت المستشارة الألمانية كبار مستقبليها في مطار الرئاسة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لأنجيلا ميركل. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من كبار المسؤولين ووفد اقتصادي رفيع. كما ويضم الوفد المرافق للمستشارة الألمانية عدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية ووفد اقتصادي. إلى ذلك، أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعطي العلاقة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أهمية خاصة، وتحرص على تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدت اليوم بين الجانبين في العاصمة أبوظبي، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ورحب سموه في بداية اللقاء بزيارة المستشارة الألمانية للدولة، مشيرا سموه إلى أن الزيارة تأتي في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين الشعبين والبلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني استعراض مجمل العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والشراكات القائمة بين البلدين وسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. وتناول اللقاء القضايا وآخر المستجدات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملفات سوريا وليبيا واليمن، وجهود البلدين في محاربة التطرف والجماعات الإرهابية والتنسيق فيما بينهما في دعم أسس الاستقرار والأمن في المنطقة. وأحاط سموه المستشارة الألمانية برؤية دولة الإمارات تجاه منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، كما وتم تبادل الحديث حول التطورات في النظام الدولي وانعكاساته وضرورة التواصل والحوار بين اللاعبين الدوليين الأساسيين لإيجاد تفاهمات إيجابية تدعم السلم والاستقرار في العالم. غادرت البلاد السيدة أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد زيارة رسمية قصيرة إلى الدولة اليوم، وكان في وداعها لدى مغادرتها مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الوداع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بشأن مؤسسة القلب الكبير في الإمارة. نص المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2017 على إنشاء مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة القلب الكبير، تكون حكومية غير ربحية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها على المستويين المحلي والدولي، فيما تتبع وتعمل تحت إشراف المكتب التنفيذي. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الجهود التي تقوم بها وزارة تطوير البنية التحتية وفرق عملها التي تقوم بإعداد وتنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية في مختلف إمارات الدولة، والتي توفر للقاطنين على أرض دولة الإمارات الحياة الكريمة وتهيئ لهم الظروف الملائمة لممارسة حياتهم الطبيعية والعملية اليومية بكل يسر وسهولة وأمان. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وعدد من قيادات الوزارة. اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم على برامج ومشاريع الوزارة الخاصة بالبنية التحتية التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الإمارة. استقبل صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم في مكتب سمو الحاكم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. اطلع صاحب سمو حاكم الشارقة على اللقاء خلال اللقاء على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة وبرامجها الحالية والمستقبلية التي تعتزم القيام بها والمشاريع والخطط التطويرية والخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم قطاع الزراعة والصيد. ناقش سموه مع معالي الوزير وفريق العمل المرافق له عددا من القضايا البيئية وسبل المحافظة على البيئة والطبيعة والحد من الملوثات التي تهددها. أكد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن والمواطن باعتباره ممثلا للشعب وجسرا للتواصل بين المواطن والقيادة. وأشاد سموه بدور رئيسة وأعضاء المجلس الذين يسعون من خلال واجبهم إلى أن ينقلوا للقيادة والحكومة آراء الناس واحتياجاتهم. كما وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بمبادرة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والتي استهدفت زيارة العديد من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والتي تعتبر الأولى على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الصفية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها على هامش مشاركتهم اليوم في حفل تخريج منتسبي برنامج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لإعداد القادة. شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة احتفال كلية زايد الثاني العسكرية بتخريج دورة الضباط الجامعيين 34 ودورة تأهيل الوكلاء لضباط 8 في مقر الكلية بمدينة العين. كما شهد الحفل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين وحشد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين. في ختام الحفل قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بتكريم المتفوقين الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين، بعدها قدم قائد الكلية هدية تذكارية لسموه، ثم التقطت الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع الخريجين.
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أعمال الدورة 16 من منتدى الإعلام العربي، وذلك بحضور أكثر من 3000 إعلامي من 18 دولة. الزميل أيمن مصبح حضر افتتاح المنتدى ووفانا بالتقرير التالي. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت صباح اليوم في مدينة دبي أعمال الدورة 16 لمنتدى الإعلام العربي، والتي تستمر فعالياته حتى يوم غد بمشاركة جمع من قيادات العمل الإعلامي العربي والرموز الفكرية والثقافية وأهم الكتاب وصناع الرأي في المنطقة العربية، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين العرب والأجانب. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول للمنتدى معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ليشارك الحضور رؤيته حول انعكاسات الأوضاع الحالية على مستقبل العمل العربي المشترك وما يستدعيه الموقف من حوار حضاري جاد لتجاوز تداعياته السلبية ونظرته لما يمكن أن يسهم به الإعلام في هذا الصدد. فعلا أنه هذا الملتقى هو أهم تظاهرة إعلامية تحصل في العالم العربي. أحيي المنظمين، أحيي الذين قاموا بهذه المبادرة، وأحيي حكومة دبي التي شجعت على هذه المبادرة منذ انطلاقها. أنا كنت من البدايات، كنت مرافقا الانطلاق منذ البدايات. لذلك المؤتمر هذا تظاهرة أصبح يحدو حذوها الكثير من الإعلاميين العرب في الدول العربية مختلفة. أصبحنا نرى مؤتمرات الإعلام في مصر، في لبنان، في الكويت، في المغرب العربي، في غيره، دليل أنه هذا المؤتمر في دبي أثبت وجوده وأثبت فعاليته وأثبت أنه ممكن يكون مثال ونموذج للكثير من الإعلاميين في العالم العربي. ومع انطلاق المنتدى تحدثت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام في مسرح تدمر حول الحوار الإعلامي الهادف. عندنا سيميليتر عن المريخ في سنة 2117، واللي هي جت من سؤال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، وهو أن اليوم البشرية سائر الفضاء، سائر تبغي توصل للمريخ، ولكن شو بيصير بعدين؟ فبناء على هذا السؤال والظواهر العلمية والتقنية اللي نحن نشوفها اليوم، حطينا تصور لكيف البشرية بتكون على المريخ في سنة 2017. ومن خلال هذا البرنامج أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأيضا الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم برنامج المريخ 2017. كما تضمن الحضور الإماراتي عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة والخبراء والمحليين وقيادات المؤسسات الإعلامية وأهم الوجوه الإعلامية الإماراتية، والتي من المنتظر أن يكون لهم دور رئيس في تعزيز الحوار عبر مداخلاتهم مع المتحدثين حول عدد من الموضوعات المطروحة للنقاش. بحضور أكثر من 3000 إعلامي ومن 18 دولة، افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منتدى الإعلام العربي في دورته 16 في أروقة مدينة جميرة، وكانت من خلاله عديد من الجلسات والتي توجتها جلسة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. من يومنا الأول من منتدى الإعلام العربي، أيمن مصبح، قناة الظفرة. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الممشى الإعلامي أحد فعالية منتدى الإعلام العربي في دورته 16 التي انطلقت صباح اليوم في مدينة جميرة في دبي. اطلع سمو خلال جولته في أروقة وردهات الممشى، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، على أبرز ما يقدمه الممشى لزواره من الفعاليات المتعددة، في مقدمتها جلسات العشرين دقيقة التي تستضيف نخبة من الإعلاميين للنقاش والحوار في مواضيع على صلة بالإعلام ودوره وتواصله مع الجمهور. اعتبر سموها المنتدى بيتا للإعلاميين العرب يلتقون تحت سقفه، يتشاورون ويتناقشون ويتبادلون الأفكار والآراء التي تخدم مسيرة التطور الإعلامي العربي.
كما وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم أول صفحة لسموه على موقع لينكد إن على شبكة العنكبوتية، وذلك تزامنا مع انطلاق الجلسات الأولى لمنتدى الإعلام العربي في نسخته 16. أثنى سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على جهود القائمين على برنامج عبد العزيز بن أحمد لإعداد القادة الشباب الطامحين للوصول لقيادات الصف الأول بالخبرة والعلم والصبر، مؤكدا سموه أن الشباب قادر على تولي دفة القيادة في دوائر ومؤسسات القطاعين العام والخاص بكل كفاءة وجدارة. جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم حفل تخريج 20 شابا وشابة من دولة الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن النسخة الرابعة من برنامج عبد العزيز بن أحمد لإعداد القادة. هذا وكرم سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي يرافقه معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والشيخ عبد العزيز بن أحمد النعيمي المساهمين والداعمين للبرنامج. زار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس اليوم عددا من المؤسسات الحكومية والمشاريع الحيوية في إمارة عجمان، وذلك في إطار تفعيل المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس. وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي على أن زيارة المجلس لمختلف المؤسسات والجهات والمشاريع في كافة مناطق الدولة تستهدف تمكين المجلس من مناقشة الموضوعات التي تضمنتها الخطة الرقابية والتي تبناها خلال الفصل التشريعي 16 الحالي في إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي في دورته الثالثة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق ألوفد أبوظبي على هامش فعالية معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وكان الحفل بدأ فعالياته بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما تعريفيا عن الإنجازات التي حققتها الجائزة في دورتها الثالثة والأبحاث المتأهلة للفوز بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي. نبارك ونهني من الآن للفائزين في جائزة البحث العلمي لوزارة الداخلية. حقيقة يمكن بعد هاي الفترة الماضية اللي بنيت عليها هذه الجائزة الآن وصلت إلى ما نريده من هذه الجائزة وما يبتغي سيدي سمو الشيخ سيف منها. نحن نفخر بما وصلت إليه الجائزة من مخرج. يمكن الأبحاث الستة اللي فازوا بهذه الجائزة أبحاث متخصصة جدا تخدم العمل الأمني بشكل مباشر وكذلك العمل غير الأمني، وخاصة بحوث متخصصة في التسامح تميز المرأة وكذلك في موضوع الحرائق بالذات وتسبب في الحرائق. يمكن هذه البحوث سيكون لها إن شاء الله مردود كبير جدا على مستوى وزارة الداخلية وكذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم حقيقة في تظاهرة جميلة وهي يعني تشريف سيدي سمو وزير الداخلية بتكريم الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة سمو الوزير للبحث العلمي، واعتقد أن المشارك في هذه الجائزة في الطراد ولله الحمد، وسيتم كذلك تكريم أكبر أو أكثر جهة من قطاعات وزارة الداخلية اللي داعمة للبحث العلمي سوف يتم الإعلان عنها. ونحن هذا الحفل راح يكون الحقيقة يعني فرح وفخر لكل المشاركين، وإن شاء الله يعني أن السنوات القادمة سوف تكون مشاركات إن شاء الله بتكون بشكل مضطرد بازدياد إن شاء الله، ونرحب بجميع المتواجدين معنا اليوم. برعاية كريمة وبتوجيهات من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل وزارة الداخلية اليوم بتكريم جميع المشاركين في جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي بالإضافة إلى إعلان أسماء الفائزين في الجائزة. الجدير بالذكر أن الجائزة في دورتها الثالثة شملت عديد من المجالات الشرطية البحثية التي تختص بصميم العمل الشرطي وتحدياته، على سبيل المثال مجال العمليات الشرطية ومجال المرور والترخيص وشؤون الجنسية والإقامة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الجائزة
إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي لدى العاملين وتشجيعهم على تبني البحث العلمي ومنهجياته كأحد الأدوات الضرورية لفهم وحل المشكلات واتخاذ القرارات المبنية على الأسس العلمية والمنهجيات السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فزنا بجائزة وزير الداخلية الدورة الثالثة في مجال العمليات الشرطية. عنوان الدراسة التطبيقات الانعكاسات الأمنية للتسامح على رجل أعلام الشرطة. ونشكر القائمين على الجائزة، وفخر لكل رجل أمن لينتبه لوزارة الداخلية أن يفوز بهذه الجائزة. وهدي هذه الجائزة إلى سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، وإلى سعادة قائد عام شرطة الشارقة على دعمه لا محدود. تشرفت بالمشاركة بجائزة سمو وزير الداخلية للبحث العلمي في الدورة الثالثة في مجال المرور والترخيص. بحثي كان بعنوان استراتيجية إدارة حركة المركبات الثقيلة في إمارة أبوظبي. نجحت من خلال هذا البحث في تصميم نموذج لإدارة حركة المركبات الثقيلة يعزز مستوى السلام المرورية ونفس الوقت يحقق المرونة المطلوبة للتنمية الاقتصادية. أمل إن شاء الله تعالى من خلال الفوز بهذه الجائزة أن يدعم ترجمة النتائج والتوصيات اللي ترخص لها البحث إلى واقع في إمارة أبوظبي. سعيد بوجودي هنا اليوم في جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي. هي جائزة عريقة تحمل اسم قائد استثنائي هو سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية. تشرفنا طبعا بوجود الباحثين من زملائي في وزارة الداخلية الذي الصراحة كان هدفهم الرئيسي هو أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمنا وسلامة، وكان التركيز طبعا في وزارة الداخلية ليس فقط على البحوث الإدارية لكن على البحوث الأمنية من أجل طبعا أن ترتقي دولة الإمارات في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أحب أشكر سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد على دعمه اللامحدود وعلى إتاحة الفرصة أن نحن نشارك في هذه الجائزة. طبعا نحن شاركنا في هذه الجائزة في البحث الخاص بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية كبديل عن السجون وما لها أيضا من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع وعلى الفرد، وفي تقويم وإصلاح الفرد نفسه ومردوده على المجتمع. أنا إحدى المشاركين في جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي في مجال الدفاع المدني، بحث بعنوان إنشاء مختبر لقياس قيم الديوكسين بعد حرائق المنازل الكبرى. هو بحث طبعا لقيمة وأهمية. أنا أشكر الشيخ سيف جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي، لأن أصل للمشاركة في جائزة مثل جائزة البحث العلمي، وعلى مجهوداته في دعم البحث والباحثين. وأتمنى إن شاء الله أن بحثي يجد النور إن شاء الله ويطبق على أرض الواقع لما له من فائدة وأهمية إن شاء الله للصحة في مجال الدفاع المدني والصحة العامة. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وشهد حفل إطلاق ما يزيد عن 20 كتابا من تأليف الطلاب ضمن مبادرة أقدر والفائزين بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي وعدد من الكتاب الناشئة وأخصائيين تربويين وآخرين من وزارة الداخلية. فقد شهد سموه توقيع 6 أبحاث فائزة بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي ومجموعة إصدارات لعدد من باحثي وزارة الداخلية ضمن إصدارات الوزارة، وعدد من المعلمين المتميزين الذين قدموا إصدارات ثقافية متنوعة، وتوقيع عدد من المؤلفين والمؤلفات الناشئة ضمن مبادرات برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر، ومن بينها توقيع سمو الشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان كتابه أحمد وتحقيق الطموح، وتوقيع سمو الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان قصته جيش زايد القوي، واسم الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان كتابة بعنوان الفطور للأقوياء، واسم الشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان قصته الجندي الشجاع، والتي تقدم نموذجا للطفل الإماراتي الذي يطمح في أن يكون متعاملا مع الشرطة في احترام القانون، وفي نفس الوقت يريد أن يكون جنديا يدافع عن وطنه ويحمي أرضه. ومن بين المؤلفات الجديدة كتاب لسمو الشيخ موزة بن سيف بن زايد آل نهيان بعنوان مدينة العين مهد الحياة، والذي يروي العمق التاريخي لدولة الإمارات ويبين جانبا من المواقع التراثية فيها.
وكتابا آخر لسمو الشيخة موزة بنت حامد بن زايد آل نهيان بعنوان رحلة إلى الطبيعة الإماراتية، والذي يؤكد ضرورة الاستمتاع مع الأسرة في مختلف المواقع الترفيهية في الدولة، ويدعون لضرورة المحافظة على البيئة كي تبقى سليمة. كما وشهد سموه توقيع عدد من الطلاب لمؤلفاتهم تضمنت روايات وقصص وأعمال أدبية متنوعة تتناول قضايا وطنية في إطار مبادرة أقدر للكتابة. وبعد ذلك قام سموه بجولة في المعرض وتفقد عددا من الأجنحة التي تمثل مؤسسات وطنية تعرض جانبا من الإبداع الفكري الحضري الإماراتي. نظرة سريعة على تداولات أسواق المال المحلية في ختام تعاملاتها لليوم الاثنين. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.